بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء في الصف الثاني الأساسي، كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. سوف نبدأ اليوم بإذن الله بالوحدة الجديدة في مادة الرياضيات، وهي بعنوان وحدات الكسور. سوف نعرض وإياكم الدرس الأول، ويتحدث عن الكسور نصف وربع وثلث. في البداية سوف نستعرض وإياكم الأهداف الخاصة بالدرس الجديد التي سوف نحققها معا وسويا بإذن الله. الأهداف: أن يتعرف الطلاب على مفهوم الكسر، أن يتعرف الطلاب على طريقة قراءة الكسور وكتابتها، وأن يمثل الطلاب الكسور. سوف نبدأ بالدرس الجديد وهو بعنوان الكسر، ولكن هل يستطيع أحد منكم أن يوضح لي ما معنى كلمة الكسر؟ هل تستطيعون معرفة مفهوم الكسر؟ ماذا نعني بكلمة الكسر؟ إذن الكسر هو تقسيم الواحد صحيح إلى عدد من الأجزاء المتساوية. مثال: لدينا هنا دائرة واحدة، وحدة متكاملة، سوف نقوم بتقسيمها إلى جزئين متساويين. قمنا بتقسيم الواحد صحيح إلى نصفين أو إلى جزئين متساويين، يسمى الجزء الأول نصف والجزء الثاني نصف. وأيضا يمكن أن أقسم الواحد صحيح إلى ثلاثة أجزاء متساوية، يسمى الجزء الواحد ثلث، إذن عندما نقسم شيئا إلى أجزاء متساوية تسمى هذه الأجزاء كسور، تسمى بالكسور. إذن الكسور هو تقسيم الواحد صحيح إلى عدد من الأجزاء المتساوية. مما يتكون الكسر؟ هل تستطيعون معرفة ماذا يتكون الكسور؟ من ماذا تتكون؟ الكسور تتكون من البسط وخط الكسر والمقام. إذن الكسر يتكون من البسط، خط الكسر، والمقام. ماذا نعني بكلمة البسط؟ البسط هو عدد الأجزاء الملونة أو المأخوذة. خط الكسر هو الخط الذي يفصل بين البسط والمقام. أما المقام فهو العدد الكلي للأجزاء المتساوية. إذن حتى أتمكن من كتابة الكسر يجب أن يكون هناك بسط، خط الكسر الذي يفصل بين البسط والمقام، ولدينا المقام. البسط هو عدد الأجزاء الملونة أو المأخوذة من الواحد صحيح. خط الكسر هو الخط الذي يفصل بين البسط والمقام، أما المقام هو العدد الكلي للأجزاء المتساوية. سوف نعرض هذا المثال. لدينا دائرة واحدة، قمنا بتقسيمها إلى أربعة أجزاء متساوية. إذن الواحد صحيح قسم إلى أربعة أجزاء متساوية، يسمى الجزء الواحد هنا ربع، إذن سوف نقوم بكتابة الكسر الذي يتكون من البسط والمقام. عدد الأجزاء الملونة هنا كم؟ واحد، أحسنتم. خط الكسر هو الخط الذي يفصل بين البسط والمقام. المقام هو عدد الأجزاء المتطابقة جميعها أو العدد الكلي للأجزاء المتساوية. الواحد صحيح إلى كم من جزء قمت بتقسيمه يا تاني؟ نعم، إلى أربعة أجزاء متساوية. إذن بهذه الطريقة نكتب الكسر يتكون من البسط والمقام. البسط هو عدد الأجزاء الملونة، أما المقام هو العدد الكلي للأجزاء المتساوية، ويفصل بين البسط والمقام خط يسمى بخط الكسر. مثال آخر: لدينا هذا الشكل، قسم أيضا إلى أربعة أجزاء. كم عدد الأجزاء الملونة؟ اثنان. عدد الأجزاء جميعها يتاني العدد الكلي للأجزاء المتساوية أربعة. إذن البسط هنا اثنان،
أما المقام هو أربعة، والذي يفصل بينهما خط يسمى بخط الكسر، ويقرأ هذا الكسر ربعان. كيف يتم قراءة القصور؟ يتم قراءة القصور بطريقتين. الطريقة الأولى، لدينا هذا الشكل، هي عبارة عن واحد كامل أو واحد صحيح، دائرة كاملة. قمنا بتقسيمها إلى جزئين متساويين أو إلى نصفين متساويين. النصف الأول أو الجزء الأول يسمى نصف، والجزء الآخر أيضا يسمى النصف. إذن عدد الأجزاء الملونة هي واحد. إذن البسط هنا عدد الأجزاء المتساوية. المقام هنا اثنان، عدد الأجزاء الكلية التي قسم إليها الواحد صحيح، ويقرأ واحد على اثنان، واحد على اثنان، أو الطريقة الثانية يقرأ نصف، يقرأ نصف. مثالا آخر، لدينا هذا الشكل قسم إلى أربعة أجزاء متساوية. سوف نقوم بكتابة الكسر في البداية، والذي يتكون من البسط والمقام. إذن كم عدد الأجزاء الملونة هنا؟ واحد. إذن البسط هنا واحد. عدد الأجزاء جميعها أو العدد الكلي للأجزاء المتساوية يساوي أربعة، يساوي أربعة. إذن يقرأ هذا الكسر واحد على أربعة، واحد على أربعة أو ربع. مثال آخر، لدينا هذا الشكل قسم أيضا إلى مجموعة من الأجزاء وعددها أربعة. كم عدد الأجزاء الملونيتان؟ نعم اثنين. إذن نبدأ بالسؤال على عدد الأجزاء الملونة وهو البسط. العدد الكلي للأجزاء جميعها الملون وغير الملون يساوي اثنان. إذن كيف نقرأ هذا الكسر؟ من منكم يستطيع قراءته؟ نعم اثنان على أربعة. أحسنتم، اثنان على أربعة أو ربعان، أو ربعان. مثالا آخر، هذا الشكل يتكون من أربعة أجزاء. كم عدد الأجزاء الملونة؟ ثلاثة. إذن البسط هنا ثلاثة، جميع الأجزاء هي أربعة. من يستطيع قراءة هذا الكسر؟ ثلاثة على أربعة، ثلاثة على أربعة أو ثلاثة أرباع. أحسنتم، قسم هذا الكسر إلى ثلاثة أجزاء متساوية. نسمي هذا الجزء بالثلث، نسميه ثلث. عدد الأجزاء الملونة هنا واحد، عدد الأجزاء الملونة واحد. أما المقام فيساوي ثلاثة، عدد الأجزاء جميعها الملون وغير الملون، ويقرأ واحد على ثلاثة أو ثلث. مثال آخر، لدينا هذا الشكل أيضا قسم إلى ثلاثة أجزاء متساوية. عدد الأجزاء الملونة أو المأخوذيتان وهو البسط ويساوي اثنان. المقام ثلاثة، ويقرأ هذا الكسر اثنان على ثلاثة، اثنان على ثلاثة أو ثلثان، أو ثلثان. أحسنتم، سوف نقوم بعرض هذا النشاط. الرقم والرسمة وعدد الأجزاء في الواحد صحيح الملونة وغير الملونة. هنا نتحدث عن المقام. عدد الأجزاء الملونة نتحدث عن البسط، والكسر سوف نكتبه بطريقتين، بالكلمات وبطريقة الأرقام. نعرض الشكل الأول، لديك هذا الشكل، شكل رباعي قسم إلى أربعة أجزاء متساوية. عدد الأجزاء في الواحد صحيح الملونة وغير الملونة عددها كم؟ نعم أربعة. عدد الأجزاء الملونيتان باللون الأخضر كم؟ ثلاثة. أحسنتم، إذن كيف نستطيع كتابة الكسر؟ هنا فوق من يكون، البسط أم المقام؟ نعم البسط، ويساوي ثلاثة، والمقام يكون تحت، ويفصل بين البسط والمقام خط الكسر، ويقرأ ثلاثة على أربعة أو ثلاثة أرباع.
المثال الثاني لدينا هذا الشكل، قسم إلى ثلاثة. عدد الأجزاء الملونة وغير الملونة كم؟ ثلاثة، أحسنتم. عدد الأجزاء الملونة اثنان. إذن الكسر يساوي البسط والمقام. البسط هي عدد الأجزاء الملونة اثنان والمقام ثلاثة، ويقرأ اثنان على ثلاثة أو ثلثان. هذا الكسر قسم إلى أربعة أجزاء متساوية. عدد الأجزاء الملونة وغير الملونة تساوي أربعة. عدد الأجزاء الملونة يا ثاني كم؟ واحد، أحسنتم. من يكون أو من يقرأ لي الكسر؟ نعم، ربع أو واحد على أربعة، أحسنتم. والشكل الأخير قسم الواحد صحيح إلى نصفين متساويين. عدد الأجزاء الملونة وغير الملونة واحد اثنان. الملون واحد ويقرأ واحد على اثنان أو نصف، أحسنتم. تحدثنا عن القصور، الكسر كجزء من واحد صحيح، وسوف نتحدث أيضا عن الكسر كجزء من مجموعة. كيف يكون لدينا مجموعة من العناصر؟ كيف يمكن أن أكون أو أكون كسر يتكون من بسط ومقام من هذه المجموعة؟ الكسر كجزء من مجموعة، لدينا مجموعة من البالونات اللون الأحمر واللون الأخضر، عددهما يساوي 8 بالونات. القصور يمكن أن تكون أجزاء من مجموعة. كم عدد البالونات جميعها؟ نعم، 8 بالونات. كم بالونا لونه أخضر؟ 1 2 3. كم بالونا لونه أحمر؟ 5، أحسنتم. إذن سوف نكون كسر من هذه العناصر. الكسر كجزء من مجموعة، نقول 3 بالونات من 8 بالونات لونها أخضر، و5 بالونات من 8 بالونات لونها أحمر. إذن كيف نستطيع أن نكون هذا الكسر؟ نستطيع أن نكون كسر من هذه البالونات التي عددها يساوي 8 ولونها 5 أحمر و3 أخضر، ونقول يا تاني 3 أثمان. إذن هنا الكسر 3 أثمان من مجموعة البالونات لونها أخضر، ويكتب على شكل كسر هكذا. إذن البسط 3 على خط الكسر، المقام جميع البالونات الأحمر والأخضر معا وعددها يساوي 8، ويقرأ 3 على 8 أو 3 أثمان. ونقول أيضا 5 أثمان هي عدد البالونات الحمراء من مجموعة البالونات لونها أحمر، ويكتب الكسر عدد البالونات الحمراء 5، المقام عدد البالونات الأحمر والأخضر معا ويساوي 8، ويقرأ الكسر 5 على 8 أو 5 أثمان. عزيزي الطالب، قم بفتح الكتاب وسوف نتعاون في حل بعض مسائل الكتاب. في صباح يوم الجمعة أفاقت أسرة عماد على رائحة طيبة في البيت، فإذا بالوالدة عماد قد صنعت لهم فطيرتين، الأولى بالخضار والثانية بالزيت الزيتون والزعتر. إذن تم صناعة فطيرتين، واحدة بالخضار والثانية بزيت الزيتون والزعتر. قسمت الفطيرة الأولى إلى قسمين متساويتين. هي الفطيرة الأولى كانت واحدة كاملة، قسمناها إلى جزئين متساويين، الجزء الأول يسمى نصف والجزء الآخر أيضا يسمى نصف، والثانية قسمت إلى أرباع، الجزء الواحد يسمى ربع. ألف، أكل عماد قطعة من الفطيرة الأولى، فالكسر الذي يمثل ما أكله عماد هو نصف، أحسنتم. ماذا نسمي كل قسم من الأقسام الأربعة؟ 1 2 3 4، نسمي القسم الواحد ربع، أحسنتم. أكلت سميرة قطعة من الفطيرة الثانية،
ما الكسر الذي تمثله القطعة التي أكلتها سميرة؟ أكلت قطعة واحدة من فطيرة الزيت والزعتر، إذن يمثل الكسر ربع. المثال الآخر، سوف نقوم بحصر باستخدام القلم الرصاص نصف المجموعة. لدينا مجموعتين، في كل مجموعة مجموعة من العناصر. سوف نبدأ بالمجموعة الأولى ونعد العناصر بداخلها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذن لدينا 10 عناصر بداخل المجموعة. نصف العشرة، أو نقول 10 تقسيم 2 النصف، ويساوي 5 عناصر. إذن سوف نقوم بحصر نص المجموعة ويساوي 5. المجموعة الأخرى، لدينا حبلين من الأعلام. الحبل الواحد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذن نصف العشرتين كم؟ نعم 5، أحسنتم. سؤال رقم 3، ألون نصف الشكل فيما يلي وأكتب تحته النصف. سوف نقوم، لدينا 1 صحيح تم تقسيمه في كل شكل من هذه الأشكال إلى النصف، إلى جزئين متساويين، إلى نصفين متساويين. سوف نلون نصف 1 يتاني بهذا الشكل ونكتب تحته نصف، أو 1/2 يقرأ، ويكلف الطلاب بحل هذا التمرين. المثال الأخير، أناقش كم نصفا في الواحد صحيح؟ الواحد صحيح قسمناه إلى نصفين، نصف الأول والنصف الثاني. إذن الواحد الصحيح يتكون من نصفين متساويان. المثال الآخر، ألون ربع الشكل فيما يلي. الربع لدينا هذه الأشكال قسمت إلى 4 أجزاء متساوية. سوف نقوم بتلوين الربع من كل شكل يتاني بهذه الطريقة، ويقرأ ربع ربع ربع. 6، سوف نقوم بحصر ربع المجموعة. سوف نستخدم ونقوم بحصر ربع المجموعة باستخدام قلم الرصاص أو الألوان. لدينا المجموعة الأولى 4 من القطط. سوف نحصر ربع حوالي يساوي 1، أحسنتم. المجموعة الأخرى، لدينا مجموعة من الفناجين. سوف نعدها 1 2 3 4 5 6 7 8. إذن سوف نقوم بعملية التقسيم إلى أرباع حتى نتعرف على ربع المجموعة كم يساوي. إذن ربع المجموعة يساوي 2، هنا فنجانان، أحسنتم. كم ربعا في الواحد صحيح؟ الواحد صحيح يساوي 4 أرباع. 4 أرباع يعني البسط 4 والمقام 4. 4 أرباع يكون البسط 4 والمقام 4 ويساوي 1 صحيح. في المثال الآخر، قدم إبراهيم لوالدته 3 قطع من كعكة الجيلي، فإذا أكلت الوالدة قطعة واحدة. لدينا 3 قطع، أكلت الأم قطعة واحدة من الثلاثة. كم عدد القطع جميعها؟ 3. الكسر الذي يمثل القطعة التي أكلتها والدة إبراهيم، كم قطعة أكلت؟ 1 من 3، ويقرأ 1/3 أو ثلثا. كم ثلثا في الواحد صحيح؟ تحدثنا أن البسط والمقام عندما يكونان نفس الرقم يساوي 1 صحيح. فالواحد صحيح في كم ثلثا في الواحد صحيح يساوي 3/3. المثال الآخر، وزع رياض 3 ميداليات من خريطة فلسطين على 3 من أصدقائه. إذن لدينا 3 و3 من الأصدقاء، نصيب كل شخص أو كل صديق من الميداليات 3/1. ما الكسر الذي يمثله نصيب كل منهم؟ نتكلم عن 1 من 3، أي ونصيبه الثلث، ونصيبه الثلث، ويقرأ 1/3 أو ثلثا أو ثلث. اكتب الكسر الذي يمثله الشكل المظلل فيما يلي. لدينا مجموعة من الأشكال، 1 صحيح قسم إلى 4 أجزاء، إلى 2 متساويين، إلى 3. إذن هنا البسط 1/4 ويقرأ ربع. البسط هنا 1 مظلل
على 2 ويقرأ نصف، هنا 1 على 3 ويقرأ ثلث. أعزائي الطلاب، يكلف الطلاب بحل الواجب البيتي بحل صفحة 79 و80 و81 و82 و83، ويتم إرساله على موقع المدرسة نور أسبس. نتمنى لكم الإفادة بإذن الله. مع السلامة، وفي حفظ الله ورعايته وفي حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.